هاد الناس راه حقروني، قاش انا درواج ما عنديش انا اللي غادي يوقف معايا الا الله سبحانه وتعالى. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر محمد السادس. هاد الناس ما عطاونيش حقي وتنطالب بالحق ديالي. كربس ليا اجي الله ياخذ فيه الحق، هو كيعتني بانه عم عامل. احنا عندنا الله وعندنا سيد جامع نصر الله، نصر الله. اسم ديالي سلمان عمري، سن 14 عام، كنقرا في ثانويه سيدي موسى تاهيليه. نهار الجمعه في العشيه كنا خارجين كنتسنى في الترونسبور، بحال كاع الناس كنكونو خارج تسنى في الترونسبور مجموعين، كاع اللي باغي يمشي في الترونسبور. من بعد سم جاي واحد، جايين ثلاثه على الموتور، سمو جايين، سمينا حنا غادي نحس معروفين دوك ثلاثه. ملي سمينا غاديين هبطوا جوج، واحد شدني من شعري واحد شدني من ايدي، وكيقول بقاو كيقولوا لي طلعي طلعي. مني ما بغيت، جا واحد الولد ما يحامي عليا، سكرفسوا عليهم. من بعد قال لي واش ما بغيتيش تطلعي؟ قلت لي لا، قلت لي لك كان دابا خصك تطلع. مني قلت لي بحال هكا، هو يجبد الموس ويضربني الكرسي. من بعد بقاو كيضربوا مع الدراري، انا دخلت الكولي للدار ديال الحارس العام وطحت فيها، مبقيت عاقل على والو. كرفس ليا اجي الله ياخذ فيه الحق، هو كيعتني بانه عم عامل. احنا عندنا الله وعندنا سيد جلال نصره الله، نصره الله. شنو كتطلب من المسؤولين؟ الحق ديالي، الحق ديالي، رجعوا لي غير الحق ديالي، انا ما بغيت والو غير الحق ديالي وحق ديال والديا اللي كرفسوني ليا. شنو كاين واش كيتبين لكم بانه جهات مسؤوله كتحاول تقبر الملف ديالكم وما تنصفكمش؟ كيفاش؟ شنو كيبان لكم بانه هذا السيد هذا فوق القانون؟ بزاف، ماشي اول مره يدير هذا الشيء، ديما بزاف ديال المرات ديما كيتغطى عليه، كيسكتوا عليه الناس وصافي. انت الحاله الصحيه ديالك دابا كي دايره؟ حتى بزاف الناس ما كنقدرش، الناس كنتفكر داك الشيء، الناس ما كنقدرش، الناس صافي مبقاش كنقدر نحط راسي في الخدمه. جرات لك عمليه جراحيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسم ديالي العمري سعيد، نواب بوات هاد المنيه اللي تكرفسوا ليا عليها، تعدوا ليا عليها، وباغين يخطفوها، وهم معنين بالعامل من العائله ديالو، وتيتكرفسوا على الناس، وجله ديال الاجرام اللي عملوا تيغطيو عليهم، والناس المسؤولين ما عطاونيش الحق ديالي، المخزن ما عطاونيش الحق ديالي. واش انا نوض نمشيت انا نهز موس ونمشي نضربو، نخلي ولادي يديوني انا يعتقلوني، ونخلي ولادي يتامى، ثم نخليهم شكون غادي يصير عليهم؟ انا راه واحد الانسان درويش تنخدمها بكتافي، مره خدام مره ما خدامش. وهاد البنت هادي راه تنطلب من سيدنا ومن المحسنين ومن الانسان يعاونوني، واخا لو الكلمه وحده، غير هاد المساعده لو عيل بكلمه. الله يجازيكم بخير، انا راه تنطالب بالحق. هاد البنت هادي بنتي، راه كاين شي واحد اللي سخي عليه بنته ولا يسخي عليه راسو يضرب راسو بالموس؟ اشنو دايره هاد البنت؟ ما يمكنش. وهاد السيد هذا راه مازال ما معتقلش وباقي تيدور، والمخزن ما خداش ليا الحق ديالي. انا هاد الناس راه ظلموني وتعداو عليا، هاد الناس راه حقروني، قاش انا درواج ما عنديش انا اللي غادي يوقف معايا الا الله سبحانه وتعالى. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر محمد السادس. هاد الناس ما عطاونيش حقي وتنطالب بالحق ديالي. ما كاينش اللي جا طلع ليا ولا شاف حالتي كي دايره، وانا من الجمعه الا الان تنبات في الزنقه، والمصاريف ديال كنينيك والمصاريف ديال الدواء، والحاله النفسانيه راها اثرت عليها هي واثرت علينا حنا، والحمد لله هذا مكتوب الله، ولكن الله اللي غادي يجازيهم. هاد الناس راه تكرفسوا عليا، قاش عمو السلطه انا بغيت تكرفس ليا على بنتي؟ وهاد السيد هذا علاش ما تيتاقل؟ والسولة ديال الاجرام عنده، وتشوفوا الملف ديالو هو، ودخلوا الارشيف ديالو ومعينوه هو، يا بالله راه مقدم، وخوه شيخ وعائلته كاع طالعوا بالجامعه الحضاريه ديالهم ديال سيدي موسى، والقياده ديال سيدي موسى ديالهم هما، وشوفوا شكون اللي خدام الا العائله، عائلة صبري 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 صبري. الانسان واحد الانسان عنده اجازة وما لقيش 40,000 ريال، ما لقيش 40,000 ريال، وهما ما خدامين ما والو، تيتمشيو ياخذوا الماندا ديال الدولة ديال المساكين.
علاش؟ واش هذا حق؟ والحق عند الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله ينصر سيدنا. انا باغي تنطالب الحق ديال هذه البنيه هذه والحق ديالي. فين وصلت اجراءات البحث؟ البحث راه باقي الدرك الملكي دار البحث ديالو البارح، سول التلاميذ ومازال باقي في الاجراءات. هذا هو اللي الابنه ديالك الشهاده الطبيه تسلمت شحال فيها مده العجز؟ فيها 70 يوم. ودليتي بها الرجال الدرك؟ طلبوا لي الاصليه وانا ما عادش نعطيهم الاصليه، بغيت ندفع للوكيل الملك. تقدر تجيب شكايه للوكيل الملك؟ مازال انا كاتب الشكايه دابا، وانا يلا مقابل البنت ديالي، يلا ما عنديش الوقت باش غادي نتخلى على البنت ديالي. انا ما عنديش الوقت باش نخليها بوحدها انا في السبيطار، ما عنديش انا فين نبات، انا في مراكش. واخا باش نطالب المسؤولين؟ تنطالب المسؤولين ياخذوا لي الحق ديالي وحق هاد البنيه هادي. هذا هو اللي تنطالب، والله ينصر سيدنا. انا تنطالب الناس المحسنين اللي قلوبهم بالرحمه يساعدوني ويعاونوني. راني ما في حاليش، راني ما في حاليش باش يساعدوني ماديا. راه تكرفس لي على هاد البنيه، والمصاريف ديال الكلينيك راه غاليه، وهما اللي رسلوا لي هاد المصحه هادي. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. قلوب الرحمه، قلوب الرحمه، الله يجازيكم بخير. والرقم ديال التليفون ديالي الهاتف 056-96-66-33. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.